الدنيا زحمه هنا بصراحه، يعني انا لو مكانكم كده فين البسكويت يا شيف؟ فين القريب؟ انا عندي طول بال الجو ده، معاك حق. هنستاذن مخرجنا الجميل، هو على فكره شاطر في عمايل البسكويت قوي، لانه اتدخل معايا في تفاصيل كتيره في البسكويت، واضح ان هو بيعمل بسكوت حلو. اول حاجه انا هعمل دلوقتي البرازي علشان هي عجينه حلوه وانا حابب اعملها لحضراتكم، ولو تسمعوا بنصيحتي وتاخدوا بنصيحتي لو بتحبوني يعني اعملوها في من ضمن الحاجات وركزوا فيها شويه. معانا البرازي. ايه هي البرازي يا شيف؟ دي عجينه بسكويت لطيفه وجميله بتتميز بان فيها اتنين مكسرات، فستق وسمسم، ممكن تكتفي عن واحد منهم مفيش مشكله. مقاديرها على الشاشه. برازق بالفستق الحلبي عباره عن دقيق وسمنه، يعني قد ايه؟ كوبايتين من الدقيق بياخدوا كوب سمنه او كوب الا ربع من السمنه. وبنعجن العجينه واضافه الخميره ده اختياري، ممكن ما نضيفهاش حسب نوعيه الدقيق. ومعانا فستق حلبي وسمسم. السر في السمسم، هنشوف هنعمله ازاي علشان ما يتحرقش مننا واحنا بنسوي البرازق. المقادير سهله جدا، هنبدا ان احنا نشيل الحاجات دي كده على جنب ونشتغل في البرازق اللي انا حابب ان حضراتكم تعملوها من ضمن الحاجات اللي بنعملها في كحك العيد. اول حاجه السمسم معايا هنا هشتغل فيه الاول. هناخد السمسم ده كده ونحطه في البوله بتاعتنا نحضره، يعني بيكون نص تحميصه زي ده كده بالشكل ده كده، بنحط عليه شويه سكر بودر على السمسم بالشكل ده كده ونقلبه قوي بالسكر البودر في حاله تقليبه يا عم الشيف. بنحط عليه شويه عسل ده السمسم، يعني معلقه عسل تقريبا، ونلمه بايدينا كده. السمسم لو ما ظبطش في موضوع البرازق البرازق مش هتظبط معاك. ونفلفل السمسم ده بالعسل النحل ده. شفت ازاي؟ حاجه جديده جربوها كده وهتعجبكم. لازم السمسم ده يختلط بالعسل كله كده. اتن افلفل فيه كده وبسبس فيه كده لغايه لما السمسم يرجع لشكله الطبيعي. ونريح نفسنا شويه من الكحك والبسكويت ونعمل حاجه جديده، ايه المشكله؟ ده السمسم بتاع البرازي. بالشكل كده حطيت سمنه، سوري، حطيت سكر بودر وحطيت عسل نحل. ما عندكيش عسل حط شربات بتاع الكنافه اللي بقى عندك. اكيد عندك شربات كنافه او شربات بسبوسه، شربات بلح الشام، الحاجات دي كلها احنا عملناها. شفت السمسم رجع ازاي؟ كده السمسم انا حضرته لعجينه البرازي بالشكل ده كده. حلوه قوي. نمسك ايدينا ننضفها كده وهقول لك على علامه حلوه تعرفي انك انت جاهزه. اعتبري ديت العجينه، اول ما تحطي ايدك كده شفت ازاي مسكت؟ بصي معناته ان احنا لما نحط العجينه هتمسك في ايدينا كده. البرازي السمسم جاهز، نخليه على جنب، والفستق جاهز معانا. تعالوا نعمل العجينه بتاعه البرازي واحنا مع بعض واحده واحده كده. مقاديرها دقيق وسمنه، العيار قد ايه يا شيف؟ دقيق وسمنه، كوبايتين من الدقيق بياخدوا كوب الا ربع من السمنه، ممكن كوبايه مفيش مشكله حسب الرغبه. هنعجنها مع بعض على الطاوله دي. ادي الدقيق بتاعها، بس خلينا كده نستعد. انا محضر لكم كل حاجه علشان التفاصيل دي مطلوبه، ومعانا الرخامه بتاعتنا واسعه زي الفل. ادي الدقيق اهوت، حلوين دول كفاية. بنحط عليهم السمنة، ونمسك يا عم الشيف السمنة دي نقلبها مع الدقيق، وناخد شوية دول كمان زي الفل، ونقلب ده كده مع بعض. دي البرازي. مش دي ما يدخلهاش ميه خالص، خلي بالك. دي بتتعجن بالسمنه البلدي، وكل ما جبت سمنه نوعيتها كويسه كل ما كانت معاكي زي الفل. افلفل كده الدقيق. شفتي؟ لازم كده. دي البرازي اهي. هتقولي لي لازم تخش عجان، انا بحب اشتغل بايدي.
ليه بايدك يا شيف؟ عشان احس بنعمه ربنا. السمنه الحلوه بتشم ريحتها وشمخيتها كده وانت شغاله، وخاصه سمنه الصعيد والريف المصري الحلو. احنا فينا طبيعه كده لما بنزور، لغايه دلوقتي اختي لما بتجيني بتجيب لي سمنه بلدي. تقول لي عشان لما تعمل رز معمر، عارفه ان انا بحب الرز المعمر. شفتي؟ السمنه البلدي. شفتي الدقيق راح فين؟ زي ما انا شغال كده. ولازم السمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ. مطبخك حار حطها في التلاجة شوية. سر من أسرار نجاح البسكويت، من نجاح الغريبة، من نجاح البتيفور، لازم تكون السمنة طرية وبدرجة حرارة المطبخ، يعني بدرجة حرارة التبريد يعني. حطها في التلاجة. نلم العجينة دي كده. هتتلم ازاي بقى العجينة دي يا عم الشيف؟ واحدة واحدة كده احنا مع بعض. بقى لقيت عسل صغير بس خلاص، وننزل بالسكر البودر عليها. حلو. ونقلب. طريت معايا العجينة سهلة خالص. هتلم العجينة دي كده، ومعانا فوزدو ومعانا سمسم محضرينه. هنمسك نكور العجينة دي كده كور صغيرة قد صفار البيضة، ونضغط عليها بأطراف إيدينا. واحدة تشيل فوزدو وواحدة تشيل سبس. هلم العجينة كده واحطها في كاسرولة. تفرمي فيها بإيدك كده لغاية لما تضربي صوابع إيدك فيها تعلم. زي ما أنا شغال كده. أهي شفت البرازق بتاعتك؟ أهي بالشكل ده كده. أهي شفتي؟ أهي زي الفل. البعض بيعمل إيه؟ جماعة الحلوانية بقى بيحطوا العجينة دي في التلاجة تريح شوية، مثلا نص ساعة من الوقت، وبعد كده تطلعها تقلبها. وطول ما هم بيقلبوا فيها بتسخد العجينة بين إيديهم، تطلع معانا العجينة بتاعت البراز. حطها في كاسرولة ونشتغل مع بعض. بقت العجينة جاهزة معايا. طالما إيدك نضيفها منها كده تبقى العجينة زي الفل. هبدأ دلوقتي أشتغل وأنا شغال مع حضراتكم واحدة واحدة. معانا السمسم، معانا الفوزدو والحلبي. نجيب طبق حلو كده للفوزدو والحلبي واسع عشان نخش في التفاصيل. اللهم صل على النبي. ده الفوزدو. تعالوا نشتغل مع بعض برازي. ازاي يا عم الشيف؟ نجيب صاج. فين الصاجات؟ اهي الحمد لله اللي هنغمس فيها. صاج داخل وصاج طالع زي الفل. نحطها هنا كده قدام عينينا، والسمسم جاهز. وناخد واحدة كده اهي، الفها بايدي كده. شفت وجع حطيتها على الفوز والحلبي كده وضغط عليها. دي واحدة. شفت وجع السمسم كده اهو. عينيا. حاضر اهو. طب نعمل واحدة كده واحنا شغالين مع بعض اهو. تاني برزاية واحدة واحدة اهو. ندورها بايدينا كده اهو اهو، ونيجي حاطينها على الفوز والحلبي كده. شالت فوزدو اهي بصي، وعلى الناحية التانية سمسم، يعني اوميجا 3 اهو، وزي ما هي كده اهي. شفت البرازي؟ حاجه سهله ولطيفه، لا عجانه ولا مفرمه بتاعت زمان. وكنت ابويا الله يرحمه يقول لي تعالى يا واد اسمع كلام والدتك واشتغل بالمفرمه وعملت عضلات، والحاجات دي كلها وارد نعملها، بس خلونا نعمل حاجه شويه حديث اهو. طبعا هطلع فاصل انا واعيش مع البرازي اللي بالسمسم واللي بالفوزدو والحلبي. حلو الكلام. ولكن قبل الفاصل عايز انوه عن حاجه مهمه جدا. دايما بيكون عندنا اجتماع كده مع فريق العمل قبل ما بنطلع الهوا لافكار جديده. فاحنا قلنا الاطفال الحلوين ايه ذنبهم في السمنه البلدي والدقيق وبسكويت وكعك والغلبه اللي احنا فيها ديت. فانا بكره عندي عيديه مني للاطفال الحلوين، مش مصاري مش فلوس، لا، هنعمل لهم حلويات طفوليه، اللي هو التفاح يتعمل بالكراميل، فراوله بالكراميل، فراوله بالشوكولاه، هنعمل لهم الكب كيك بكل انواعه، المافن بكل انواعه، يعني الدوناتس كمان المقلي الجميل الحلو، اريحك تعمليه في قلب الزيت كده لطيف وتحط عليه سكر بودر او تحط عليه كريمه السكر زي ما انت عايزه. هنعمل افكار بسيطه وسهله بكره للاطفال الحلوين، ودي عيديه من الشيف المغازي لكل الاطفال اللي بيحبوا اكله ام. وفي هنا يعني خبره طهويه شويه، انا خلصت عجينه البرازي، معايا صاجه اهوت صينيه فيها السمسم باين وفيها الفوزدو والحلبي باين،
معايا اخواتي وحبايبي فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين. شفتوا البرازي في قلب الصاج ازاي؟ دي عايزه درجه حراره فرن مش 180، يعني مش كل يوم نقول 180، لا، درجه حراره الفرن النهارده هتبقى 160 وتتحط في الفرن بالشكل ده كده. اه دي ما تتغرفش غير بعد ما تستوي وتبرد زي الكحك بالظبط، هتدخلها الفرن اه مع بعض اه مكانها هنا في ارضيه الفرن كده اه زي الفل. دي البرازي اه، نبص عليها بصه، نقفل الفرن فيها الفستق والسمسم.